لا خير ولا نفع للأمة إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، لا أحزاب ولا جماعات ولا أمثال هذه الحزبيات والجماعات. ومن هذه الجماعات التي عظم شرها، والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا، الأدلة الشرعية الصريحة وضحناها، الأدلة الواقعية موجودة وبألسنة كبرائها وزعمائها، موجودة في اليوتيوب، مقاطع موجودة بتصريح هؤلاء صراحة واضحة وليس تقولا. تلك الجماعة جماعة الإخوان، وما نشأ منها من السرورية والقطبية، ماذا جنت الأمة من هؤلاء؟ أضرب لكم أمثلة من الواقع، لم أذكر شيئا من عندي، ما مر نصوص شرعية وما سيأتي من الواقع ومن أفعالهم وأقوالهم. تلك المحاضرات العظيمة داخل المملكة وخارجها وخصوصا في خارجها، ما نصيب التوحيد منها؟ لا يذكر. وليست هذه دعوة الرسل، أول ما تدعو إليه الرسل التوحيد، اقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 سنة في مكة من أجل التوحيد، ويرون في تلك البلاد ما يخالف العقيدة مخالفة صريحة، ولكن لا تذكر. وإن ذكر التوحيد لا يذكر، وإن ذكر التوحيد ذكر على استحياء. الثناء على الرافضة موجود في اليوتيوب، بعضهم يقول إخواننا الرافضة هؤلاء متمسكون بالكتاب وبالسنة، هل تجتمع البدعة والسنة؟ هل يجتمع الشرك والتوحيد؟ سبحان الله. الثناء على الصوفية بأن عندهم رقة وعاطفة ولطف، سبحان الله، وهذا موجود في اليوتيوب. أيثنى على الصوفية التي تدعو غير الله، التي تتمسح بالقبور؟ أيثنى على الرافضة ويلبس على العوام من أنهم إخوان لنا وهم يدعون عليا والحسين؟ أعوذ بالله من هذا الجهل. سبحان الله، كلامي الذي أذكره عن واقع هؤلاء، استحضر النصوص التي ذكرتها في أول الخطبة وطبق. سبحان الله، سبحان الله، ما أعظم كتاب الله وما أعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدع التي تنشر، البدع التي تنشر لا يتمع وجوه هؤلاء، ولذلك بعضهم يتصدر حتى ولو كانت له دروس، يتصدر للدروس ويقول لا أرد على أحد. رد على الخطأ، احفظ دين الله، احفظ شرع الله. الأئمة فيما مضى لهم مؤلفات في الردود حماية للدين، حتى لا يتذرع الجهال والمبتدعة لهذا الدين. القصص الحياتية والقصص التي بها اختلاق وكذب على الله وتنشر في اليوتيوب، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمعر وجوههم في إنكارها، بل ربما يثنون على أصحابها. سبحان الله، أهذا دين؟ المظاهرات لا تعرف في دين الله، من أين أتت؟ أصلها عند الكفار، من الذي أتى بها للمسلمين؟ هذه الجماعة وما تفرع منها. الدماء المسفوكة، الأعراض المنتهكة، الخوف، الرعب، تلك البلاد التي كانت آمنة مطمئنة،
تأتيها الأرزاق والخيرات. ما الذي ألب الشعوب على رؤسائها وولاة أمرها؟ هذه الجماعة. ماذا جنت تلك الشعوب؟ ماذا جنت؟ والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. انظروا إلى من حولنا. وأولئك الذين هيجوها أين هم؟ أين هم؟ ما هي أرصدتهم؟ ما هو حالهم؟ الواقع يشهد بهذا. بل إن بعضهم يصور، وهذا موجود في سناباته كما يقولون وفي قنواته، يصور النعمة التي هو فيها والقصور، وهو من هيج أولئك. فأولئك ضاعوا وهو تنعم، لكن نعيم دنيوي. ذلكم التلون، مرة هكذا ومرة هكذا، من أجل ما يريدون يتخلون. ولذلك تجد أن هؤلاء أو أن بعضا من هؤلاء معك في حال وضدك في حال، على حسب ماذا؟ على حسب المصالح، على حسب المصالح. بل قد يغير من هيئته، قد يقصر اللحية، يسبل الثوب. أين أنت يا فلان فيما مضى؟ هذا واقع. لا نأتي بشيء من عندنا، ونسأل الله الثبات. لا نأتي بشيء من عندنا، هذا موجود، لا أحد يستطيع أن ينكر الواقع. ومن ينكر الواقع فهو مكابر أو معاند أو جاهل، ولا أظن أن أحد يجهل مثل هذا الأمر. طلب الدنيا بالدين، متابعون أتى إلى هؤلاء من أجل أنهم دعاة. فانقلب الحال، فأصبحت تلك الحسابات التي تابعه الناس عليها من أجل، في ظن هؤلاء المساكين، أنه يفيدهم علميا ودينيا، فانقلبت إلى دعايات تجارية. الواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. تلك الألقاب التي يلقبون بها من يريدون أن يظهروه، العلامة، المحدث، الفلان، كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك، وهذا واقع، أين تلك اللقاءات والمحاضرات والندوات؟ أين هي من تخريج علماء؟ حدثوني بربكم، كم نسبة من تخرج على يد هؤلاء من العلماء؟ بعضهم وأعرفه من زمان، وهو من الشباب المساكين، عاطفة، يهيج فقط. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. تهيج، طيب، عواطف. يأتي ويسأل عن أحكام الوضوء وعن أحكام الصلاة ما يعرفها، وقد يكون له فيما يسمع 20 أو 30 سنة. أين العلم؟ أين العلم الذي يفيد الأمة؟ التقلبات الموجودة الآن في وسائل التواصل من هؤلاء، شيء كان حراما فأصبح حلالا، ممن؟ الواقع يشهد بهذا. حتى لو أن بعضهم ألقى دروسا علمية، يأتي بالمسائل الشاذة المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، حرص هذه الجماعة ومن ينتسب إليها، حرصهم على أن يأتوا بجديد، لأن كل جديد ترغب إليه القلوب. ولذلك يأتون بمسائل لم يسبقوا إليها من أهل العلم، أو أن هؤلاء يبحثون عن الأشياء الشاذة المخالفة ويأتون بها. والله إنها مسائل رأيتها وسمعتها تخالف النصوص الشرعية، لكنها تنشر وترسل. والواقع يشهد بهذا كثير كثير، يعني ما يحتاج أن أزيد، الواقع يشهد بهذا. فمن لديه حرص على عقيدته وعلى دينه فليلزم جماعة المسلمين، ليلزم العلماء
الذين يأتون بالنصوص الشرعية على فهم سلف هذه الأمة، ما هو على فهم رأيه أو عالمه أو من رأسه أو من عقله، لا، فهم سلف هذه الأمة هو الذي يحفظ للنصوص الشرعية مكانتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي لما سأل عن تلك الجماعة الناجية قال: على ما أنا عليه وأصحابي، ليس من العقول والآراء، لا. ولذلك ماذا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات. لماذا نفصل الآيات؟ ولتستبين سبيل المجرمين، ليظهر الشر الذي يخالف هذا الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين الطائفة المنصورة وهي أهل السنة والجماعة كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. تلك الطائفة هم أهل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فالإنسان يحفظ دينه ولا ينساق مع أي إنسان. ولذلك تجد ما تجد من هذه الانحرافات الفكرية، لأنهم يحثون على قراءة كتبهم، أو أنهم في كلامهم وفي محاضراتهم وفي ندواتهم يأتون بكلام أولئك المفكرين الذين لم يأتوا للأمة بخير بل أتوا إليها بالشر. واحرص على نفسك. حذيفة كما في الصحيحين، حذيفة ماذا قال؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنج بنفسك. وأن هذا صراطي مستقيما، ما الواجب؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلزم العلماء الراسخين في العلم، واحذر من الجماعات كلها ومن أذنابها. ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى التوحيد وعلى السنة.